راح اقعد واتفرج وصبغ اظافري احمر واضحك. شهد الشمري ترد على المتنمرين بالشعر، بس باذن الله راجعه بقصائد قويه وان شاء الله راح تعجبكم اكثر. خبريني من هتم بطلتك من لبس وشعر وميك اب. حبيبتي تحيه حلوه لي هويدا بريدي، لانه دائما فساتينها حلوه واختياراتها موفقه للفنانات، والميك اب احمد اكيد ما نستغني عنه، احمد الاسير طبعا وجه له تحيه. احمد الاسير حط لي اليوم اعتمد هذا المكياج الناعم خلينا نقول. والسؤال ده كان من الطبيعي نطرحه على شاهد الشمري بسبب الإطالة الإليجنت اللي اعتمدتها خلال لقاها معنا في دبي. بدنا نبارك لك على الإقامة الذهبية. الله يبارك بيك. خبريني هالمسؤولية. أكيد تحية لدولة الإمارات العربية المتحدة، هذا البلد اللي يحتضن العديد من المواهب، شعراء، فنانين، مفكرين من كل البلدان. شكرا للإمارات، هذه مبادرة تحسب للإمارات. شكرا لهم حكومة وشعبا على الإقامة الذهبية، ممتنة جدا، هذا كرم من عندكم. ودلوقتي أكيد جه وقت نتنقل للشعر اللي بتقدمه شاهد واللي كان الأساس في الشهرة الكبيرة اللي حققتها في الوطن العربي، وحضورها الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي بأكثر من 9 مليون متابع على إنستغرام. الشعر تجربة جميلة جدا، يمكن من أجمل المراحل اللي مريت بها بحياتي. شعر إحساس، ولما تكونين إنسانة حساسة ورب العالمين ينطيك موهبة حتى تكتبين، يمكن أنا ذكرتي اعتمدت السهل الممتنع اللي هو قريب من الناس، هي يمكن أكثر شيء أنا قريبة من المرأة العراقية. وإذا تسأليني إيش قد متابعيك بالإنستغرام بالسناب شات نسبة كرجال نساء، أكيد 75% نساء. فيمكن القصائد اللي اعتمدها هي قريبة للمرأة، أتناول معاناة المرأة، وأيضا بنفس الوقت الشعر العراقي أعتقد أو متأكدة هو قريب ومادة دسمة للناس، لذلك الشعر هو اللي وصل شهد. في جرأة، يعني حتى في شعرك في جرأة، في امرأة ثورية. بتخافي إنه أنت كمان إنه تحسبي كنتي على إنك عم تعملي ثورة مع المرأة، عم تقدمي نصائح للمرأة؟ لأنه لاحظت إنه خاصة في الفترة اللي مرقت كان شعرك شوي صارخ. صح 100%، بالعكس الجرأة ريما مطلوبة، إنك تكونين مرأة قوية وجريئة بنفس الوقت وتعبرين عن رأيك ولكن بطريقة أدبية واحترام يكون بالموضوع، ماكو مشكلة. أنا مع المرأة قلبا وقالبا، مع حقوق المرأة قلبا وقالبا، مع المساواة بين الرجل والمرأة قلبا وقالبا، وهذا تلاحظيه موجود بأغلب قصائدي. والنوع ده من القصائد بيحب الجمهور إنه يسمعها مغنى، ففين شاهد من كتابة كلمات لنجوم الوطن العربي؟ بعد دخول فهد بحياتي وبعد ناي وبعد هاي المسؤولية الكبيرة اللي صارت لي، يمكن توقفت شوية عن الشعر، بس إذا رجعنا شوية للوراء راح نلقى أكو أغنية لمحمد عبد الجبار أو أغنيتين أوجه له تحية، أغنية الفنانة دالي، أغنية المنتخب العراقي، أغنية لثورة تشرين، هذه الثورة العظيمة اللي صارت بالعراق. وعندي إخوان على الساتر الخوف قبالهم يشكي، أخواني الشباب هناك فوق المطعم التركي. صار موضوع الخطوبة والزواج وناي شوية أخذوني وانشغلت عن الموضوع، بس بإذن الله راجعة بقصائد قوية وإن شاء الله راح تعجبكم أكثر. مين تسمع شهد الشمري؟ ما جاملي يلا. ما جاملي يلا. انطينا أبو حمود ماجد مهندس. أوه. تحية إله الصديق العزيز اللي غنى لي أجمل أغنية بزواجي. راشد الماجد من أجمل الفنانين اللي أحب أصواتهم، وما عندي أي تحفظ على أي أغنية. أسمع أحلام نجمة صاحبة إحساس راقي، أسمع بلقيس هذا الصوت الحلو. بس صفحات شهد على السوشيال ميديا بتجمع الأدب بالفاشن واللايف ستايل، وده بيكون سبب للتنمر الكبير اللي بتتعرض له. تعرضت لتنمر خصوصا بفترة الزواج والخطوبة والبيبي، يعني صارت مثل ما تقولين حملة أو هيك فد هجمة شرسة على شهد. ليش ما أعرف، البعض يبرر أو يقول أنه لأنه هي تعرض حياتها الشخصية للناس. أنا اللي أحب أوصل حياتي الشخصية مو كلها عرضتها، انتبهوا 20% هذا اللي دا تشوفوه فقط من حياتي، يعني لو تشوفون 80% البقية
يمكن مو راح تسوون هجمة، يمكن راح تهجمون بيتي. لا بس انتبهي ريما، أني أعرض الشغلات الإيجابية، أني إذا أعرض أحلى لحظات حياتي اللي هي مليئة بالحب، الغزل، الرومانسية، العلاقة الجميلة بيني وبين زوجي، عمري ما عرضت مشاكلي. في ناس بيعاتبوكي شهد إنه أنت شاعرة ورقي وهيك تعرفي عالم الشعر، ليش بتعرضي كمان لبس وفاشن وأنت لأنك أمرار بتحبي يعني عمرك يعني أوكي. بعدك ست صغيرة وحلوة، شو بتقولي لهدول العالم؟ أقول إذا مضايقهم اللبس والأزياء والفاشن انفولو مي، تقدرون يعني سووا لي انفولو، ريحوا راسكم. إذا أريد نقسم متابعيني الفئات، الفئة اللي تتابعني اللي هي تسمع شعر، ذواقة شعر، هذولا محبتي كبيرة لهم. الفئة الثانية اللي يتابعوني اللي لهم علاقة بالفاشن. الفئة الثالثة الأمهات، لأنه أنا بفترة الحمل عشت حياتي من الألف إلى الياء مع كل مرأة حامل مثلي، يمكن أكو ستوري هواية. فالفئة الأخيرة اللي هم فئة الشباب أو الأصغر بالعمر، هذول اللي يحبون شهد. وكيف هذا التنمر تتعاملي معه؟ بس بلوك أو بتردي وبتجاوبي؟ بالنسبة للتنمر شوفي، تعبوا ومضوجهم اسمي وما عندهم ناس بقد ناسي، يتمنوني أجاوب وحشي على مود يطقون براسي، بس أنا تعلمت اللعبة وما رخص قلبي وإحساسي. الله. أنا هواي وهم شوية، وأبقانا النسخة الأصلية، واللي ينكر فضلي ومعروفي خليه يتذكر ماضية، ما عدهم كلمة ولا موقف، بس عدهم قلة شخصية. والملفت إن أكتر من مرة اتصدرت شهد الشمري العناوين الصحفية بالهجوم اللي تعرضت له من قبل بعض الوجوه المعروفة، ناس معروفة، إعلاميات، بلوكر. شفت في هجوم، أحسنتي، هجوم انتقاد، إساءة بالعلن. بكل فترة أكون بيها يمكن حديث المجتمع تطلع لك وحدة ما أعرفها ولا من قريب ولا من بعيد، ولكن هي معروفة، تحكي على شهد وتسقط بشهد وتسيء لشهد ولعائلة شهد، تنتظر مني أرد عليها في سبيل يصير فد شو بالموضوع، ولكن أني قلبي أقوى. دائما كل شخص أو كل إنسانة تتجاوز علي أقول معناها أني مشكلة شيء، معناها أني تشاويتهم تشاوية من هاي المحترمة. فأي انتقاد أتعرض له، أي هجوم أتعرض له من أي شخصية معروفة، أبدا ما أرد ولا رح أرد إلى يوم يبعثون. انسوا، رح أقعد وأتفرج وصبغ أظافري أحمر وأضحك.